قصة النظام النووي. بدأ نظام الملالي بمحاولة صنع قنبلة ذرية قبل 3 عقود، وقد أدى أول إفشاء قامت به المقاومة الإيرانية لهذا المسار سنة 1991 إلى فضح مخططات النظام، مما أدى إلى إرباك خططه لتمرير مشاريعه النووية. ولم تنجح محاولات النظام في إنكار ذلك، وأخيراً محادثات طهران والتزاماتها في عام 2013 عندما كان حسن روحاني السكرتير الأعلى لمجلس الأمن وممثل النظام في المفاوضات مع الغرب. واتبع النظام حينها خطة الخداع وتضييع الوقت، لكن فضح المقاومة الإيرانية للنظام وكشفها لمؤامراته ولم يعطه الفرصة للمضي قدما في مخططه. وفي عام 2006 صادق مجلس الأمن على القرار رقم 1696، وأدرج البرنامج النووي للنظام تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، ثم صدر القراران 1737 و1747، وأدى بدء العقوبات النفطية والمصرفية إلى زيادة الضغط على النظام الذي وقع على اتفاقية جنيف المؤقتة بعد عدة أيام من المفاوضات في 24 نوفمبر 2013. الاتفاقية المؤقتة التي أدت بالنهاية إلى الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015، لكن النظام انتهك الاتفاقية وواصل جهوده سرا لتصنيع قنبلة ذرية. في ربيع سنة 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وبدأ العد التنازلي لأنفاس النظام نتيجة العقوبات. وبذل خامنئي قصارى جهده لإبقاء نظامه في السلطة إلى حين وصول الإدارة الأمريكية اللاحقة إلى السلطة، متوهما بأن الإدارة اللاحقة ستمتثل لمطالب النظام. فما هي الأوضاع وفي أي نقطة اليوم بعد عام من تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم؟ وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له: نحن قلقون من المحادثات غير المجدية بين النظام الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: إن عدم تعاون النظام الإيراني إشارة سيئة على وصول محادثات فيينا واقترابها من نهايتها. تحمل خامنئي ضغوطا طويلة الأمد على أمل تغيير الأوضاع، كأن يتم رفع العقوبات النووية مثلا، لكن الوقت حان الآن للعودة إلى الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة.